المدرب اللي جاي اجنبي، اللي قبله كان وطني واللي قبل قبله اجنبي واللي بعده هيكون وطني واللي بعد بعده اجنبي، وعجب. دوامة كورة ما بنخلصش منها، أيام وأزمات وكل حاجة في الكورة غريبة، كل حاجة بتحصل في الكورة المصرية الأيام دي غريبة، لا هي مش غريبة، هي عادية ويمكن أقل من العادية كمان، هو ده اللي احنا متعودين عليه، هي دي الأزمات اللي احنا متعودين عليها، هو ده اللي بنشوفه من رئيس اتحاد كورة بيعلن إقالة مدرب وهو في الطيارة، أزمات أزمات ما بتخلصش. النهاردة وانا جاي بعد يومين من مباراة المنتخب الاثيوبي واللي حصل فيها، قلت هبقى هادي، قلت هحاول ابقى هادي، بس سبحان الله يجي الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكورة عشان في الاخر يقول لنا تصريحات بصراحة يعني هزلية جدا ما ينفعش تتقال من رئيس اتحاد الكورة.